كابس على يعني. أنا سعيد طبعاً أن الدكتور محمد كباب، محمد كمال مدرس مساعد، بس محمد أستاذ يعني اسم في البطة واحد كلها في المستشفى الجامعة في المنصورة. دكتور محمد يعني من الناس المجتهدين جداً يعني ما يسيبش كل الأنشطة، وأنا متأكد إنها تبقى العضلة الأخيرة كده في مثل ساينز تحس تستمر استمرت موضوع الكليتنج زي في اليمين الاول على الرغم ان احنا لو قعدنا نفصل شويه عملت هنلاقي حاجات تساعدنا في الدايجنوز والمانجمنت والتيرور تريتمنت بشكل كبير. اخيرا انا ميت في الدور انا سعيد الاسئله يعني عشان تعرفوا ان القصه برضه اصل الفرجي انا جيت في الكبير والكيوكي والقصه دي كلها لا 85 سنه منهم ما لهمش يوزرز بزنس. إذا حتى لو الأستاذ يعني يقول الإجابة أنت مقتنع بيها أوي هو العامل الجاي داين أصلا أقل في المستوى من الأستاذ اللي جبته حتى وأقل ممكن يكون أقل خبرة منه فمش بالضرورة تلاقي إجابات ترضيك أو يعني فممكن تبقى في اختلاف في وجهات النظر ما بين الكورة وبين المكتوب تلاقي المكتوب النهارده بكرة يبقى بره الكتابة يعني هو العيب في الإخراج مش مقصود. السلام عليكم. ان شاء الله احنا هنحاول كده نعمل يعني حاجه كده تكون اوبلاين بحيث ما يكونش في كلام كتير ونستفيد منها كلنا ان شاء الله. هنتكلم عن الجنرال اكزامينشن از ا جروب ان شاء الله الايتمز اللي هنغطيها النهارده هنتكلم عن الكومبليكشن الهاند اكزامينشن فيس اكزامينشن سكين هاو تو اسيس ويم ستيتس اكزامينشن اوف ذا لور ليمز ابدومن وفيو اي سلايدز كده عندي ويم اكزامينشن. اول حاجه طبعا هنتكلم عن الكومبليكشن ده طبعا الكومبليكشن احنا بنشوفه في حالات الكورونا كيدني ديزيز كاردينال اللي هو السيلو فيس والكونجكتيف الكبرى ودايما لما بنشوف حاجه زي كده بقابل حاجه مثلا في طوارئ او في استقبال او حاجه فيها رينال انفيرمنت بيجد مني يعني تيار خلي تيار اكتر عن ان هي كورونا كيدني ديزيز. لكن لو لقيت حاجه زي دي عندها بليسرا يعني عيان عنده رينال انفيرمنت وعنده بليسرا بتاع البوليس هيسين بشك في ايه؟ بشك في ان اندوجينس بيسرا ويكون كونكشن زي في حالات الايه؟ توزوما دومينانت بوزيستيك كيدني ديزيز او في وجود رينال كانسر الحاجات اللي مع البوليس هيسين. وجود السنترال ساينوزس مهم جدا خاصه لو قابلت في حاله معاها اكيوت رينال فيلير كمان وده اللي ده بيواجهنا ناحيه بارمونا رينال سندرومز. البالون ريس سندرومز مش بس حاجات في الانميديت لا ده في كمان حاجات مور كومن اللي هي حاجات نون اميون سيمبلي عيان عنده اكيوت كيدني انجري وعنده بالون ريس يجيب بالون ريس سندروم عيان عنده سيفير هارت فيلير لو عيان عنده انفكشن واخده الاثنين زي سيفير بكتيريا نمونيا وزي رينال فيلير هو انت فيروس انفكشن حاجات ثانيه زي الاردس سندروم ورينال فيلير لو عنده بلت اورجان ديسفانكشن او لو عيان حظه غير حظه مش كويس وعنده ثرومبوزس في الانفيرو فينا كافا او لو واخد رينال فين يعني في البالون امبوليزم كمان تيجي بريسبيرتور فيلير مع رينال فيلير. لكن طبعا في اسباب ثانيه مهمه اللي هي الاميون ميديتد اهمهم الانجي بي ام والسيستمك فاسكولايتس زي الفاجنر والميكروسكوبيك كولانجيتس الاس سي دي والشارك شتراوس انفشن لاين والبيسك سندروم والروماتويد والبيلوري. الهاند اكزامينشن اول حاجه هنبص على الديفورمتي، ايه رايكم في الهاند؟ انا ما فيش ايه تاني؟ في سويلين في السينوفايس دي هيدي له الماتويد هاند تمام؟ العيان عنده الماتويد لازم اشك او اتوقع ان هيجي له بروبلمز ممكن تكون حاجه للديزيز نفسه زي ميمبرنس نفروسي او ميزانشال بروليفريتيف او كريسنتك في حالات الماتويد فاسكولايتس او طبعا اشهرهم اميلودوزس عاملهم جران بعد 15 20 سنه يحصل له اللي هو السكند اميلودوزس او ممكن كومبليكيشن من الدراج زي الحاجات اللي هي الدمارس القديمه الجولد والبنسلين كان بتاع ميمبرنس والان سيتس طبعا العيان دول مهيفي ابيوزر الان سيتس معرض يجيله مشاكل كتير جدا في الكدني او السايكل اسبورن او بقيه الدراكس. ايه تاني من الفورمات؟ دي دي حاجه اسمها جيتار جيتار سترينج ساين العيان ايده عامله زي الجيتار كانه بيلعب جيتار دي كاركترستيك لما بيلدوزس
اللي هو الدايريز از ريليتد امايلدوز بتاع بيتا هيموجلوبين. في هنا سيجنال للتندون هنا كده بتاع الفليكسور تندون, وفي هنا ديفورمت العيان ده فيكسد بوزيشن مش قادر يحرك ايده. تمام, الكومبليشن دي مهمه ان انا اخد بالي منها على الدايريز اللي انا احاول امنعها, احسن الفيكس بتاع الدايريز, وان انا لو اقدر اعمل كمان هاي فلوكس عشان اشيل بيتا هيموجلوبين هيبقى البروجنوز هي بريفنت ابو نوت. دي طبعا ديفورمة شارع اللي انا عارفينها العين من الدايلسس, ده الكاركترستيك هاند بتاعت العين اللي عنده سيفير هايبر باراسايتيزم, بيبقى في شورت من الترمينال فالانجيز وحاجه عامله هنا زي سوتو بلاب. تمام, النيل اكزامينشن مهم جدا. هنا المنظر ده ايه؟ ديسبلنتر هيمرج, منظر ديسبلنتر هيمرج. لو لقيت عيان معاه جلومينوفايتس دي كاركترستيك انفكت منه كاركترستيك مهم جدا. المنظر ده طبعا شهير جدا اللي هو الهاف اند هاف نيل او الوايت اند براون او الوايت اند ريد نيل, دي موجوده طبعا في عيان كورونيك كيدني ديزيز البروكسيمال بارت وايت وجاتها ديستال بارت براون. تمام, المنظر ده الوايت نيل دي له كونكشن, ودي حاجه اسمها الوايت باند, دي باند بس لكن بتاكل نيل كويسه, دي اسمها ميوركس باند, دي في حالات الهايبوالبرميا او النيفروتيك سندروم. لكن بفرق بين دي ان الميوركس باند دي بتكون اللي فيها ترانزيانت بيريود اوف هايبوالبرميا, العيان ده كان فتره كان عنده لوكونيكيا وبعدين خد تريتمنت والامور بدات تتحسن, فالفتره دي كان موجود فيها اكتف ديزيز او هيفي بروتونات. في النيل كمان ممكن الاقي حاجه زي المنظر ده اللي اسمه نيوكلايسيس, في نيوكلايسيس سيبريشن للنيل من النيل وبيتنج في النيل, ده كاركترستيك للسورايسيس. سورايسيس اسوشيتد مع رينا ديزيز كتير جدا اهمهم الاي جي نيفروبس ولو ميلودوزز برضه على اللونج ران او تريتمنت. فدايما لما اشوف المنظر ده موجود بروتونوريا اتوقع ان ده سكندري للسؤال. المنظر ده برضه كورون جدا في حالات اللوبس, ده اسمه دايريتد بروكسيمال نيل فولد كاباليتس, ده كورليتد جدا مع الاكتيف بتاعت اللوبس, وبيقول لك كمان غالبا ان عندنا بريدكت ان هو يخش في نفرايس او ايفن عنده نفرايس اكتف نفرايس في الوقت الحالي. دايريتد بروكسيمال نيل فولد كاباليتس المنظر ده. في حاجه ثانيه بشوفها في الهاندز زي المنظر ده اسمه ديجيتال انفكشن. تمام, ده قدام اهتمام من اثنين, يا اما في فاسكولايتس عامله بيزل اوكلوجن اشهرها حاله الكرايوبريميا, دي صوره بس كل عام عنده كرايوبريميا, او ان حصل فاسكولار ثرومبوزس زي حاله الهاند فاسكولار انتبوت سندروم. وعارفين ان الاثنين ديزيز بيأسوشيت معاهم فيري كومن رينا ديزيز, خاصه الجلومينال ديزيز سواء كان الكرايو اللي طبعا مأسوشيت معاه الجلومينوفرايتس, او الهاند فاسكولار بيتأسوشيت معاه اللي هو الثرومبوتيك مايكرونجوراسي او ممبرانوس او ميزانجل بروليفيتيف. المنظر ده اسمه بورفيريا كوتينيا تارتو, اللي هو عباره عن تنس بولي وفي ايروجنز وفي هنا كراست. المنظر ده واخده غالبا الدورس الاسفل بتاعته هنا وبتبقى واخده الفيس كمان, بتاخد البورفيريا كوتينيا تارتو بي سي تي وبتاخد الفيس كمان, يعني غالبا بتاخد الحاجات اللي هي الايه السان اكسبوزد ايريز. مهم جدا نعرف ان في حاجه اسمها كلاسيك بورفيريا اللي هي هيريديتري نتيجه ديستربنس في البورفيريا ميتابوليزم, او حاجات سودو بورفيريا ودي بتحصل غالبا في عينين الدايسس حوالي 10% 15% من عينين الدايسس, ودي برضه في اكيوميشن لكن مفيش ديستربنس في الباسوي او في السيستيك باسوي, وده علاجها ان انا امبروف الدايسس واحسن الفيكس بتاع الدايسس. بورفيريا كوتينيا تارتو لازم افرق بينهم, لان البورفيريا كوتينيا تارتو اللي هي الكلاسيك اسوشيت مع سيفير نيورولوجيكال انسيت ممكن يجي له سيرفر ستروكس بتاسوي, يعني كاركترستيك ليها هو الموست كومن اوف مورتاليتي فيه. المنظر ده طبعا كلنا عارفينه في الجوز تو فايت, انا بقابل عيان بالمنظر ده وعيان عنده ليه امبيرمنت وهايبر تنشن ومتوقع العيان ده عنده كرونيك جاوت, ودي كرونيك كيدني ديزيز نتيجه ميكانيزم كتير بقى, هل كرونيك انترستيشن نفرايتس او ريكارنس تون فورميشن نتيجه اليوريك اسيد كتير اللي عنده, او العيان عنده هيفي ابيوزر برضه الان سي اس وعنده ناجيزيك نفروسي. انا بشوفها في عيان وعنده ليه امبيرمنت بتوجهني غالبا عنده كرونيك كيدني ديزيز. نبص على الفيس اكزامينشن, المنظر ده حد يقول عليه بيقول عليه ده اسمه بارشال ريبوديستروفي. لو بصينا هنا ما فيش هنا فيش سب كوتينيس فات خالص في الفيس, نص سب كوتينيس فات. المنظر ده كاركترستيك للدنس ديبوز ديزيز اللي هو كان زمان بيسموه تايب 2 من بينهم بروليفت جونو فرانس, لكن دلوقتي بقى اصبح هو والسي 3 جونو فرانس فاسمهم سي 3 جونو روبس. ده نوع من انواع الفوتوك سندروم, عين بيجي بريزنتد بروتونوريا هيماتوريا ورينا امبر. بلاقيه المنظر ده بيوجهني غالبا للدنس ديبوز ديزيز. الفيس ده فيه حاجه اسمها زي ما الدكتوره منى كانت قالت حاجه اسمها فيشال انجيوفايبروما. فيشال انجيوفايبروما دي بتحصل في هيريديتري ديزيز اسمه تيوبرس سكلوزس كومبلكس, ده اوتوزوم دومينانت تيومر سبريسور جين سندروم, ده فيها مرتبه بتديفلوب من مالتيبل اورجانز الكيدني والبرين والهارت واللانج والسكين. اشهر موست كومن مانيفستيشن في الكيدني هو الانجيومايلايبوما اللي هو المنظر ده اللي كارنت انجيومايلايبوما, بتبريزنت بقى بهيموج سواء كان انترا تيومر جوه الهيموج نفسه او ريتروبوتينيال
او مثل الفكره ممكن ابطولها البين او تندرنس او هايبرتنشن او رينال امبلمنت. يبقى ده كاركترستيك سكان مانيفستيشن لهيريديتري رينال ديزيز اللي اسمه تيوبرس سكلوز كومبلكس. الماوس اكزامينشن مهم جدا، يعني احنا لو بصينا هنا في الماوس تحت نقول فيه ماكروبلوسيا. لو لقيت ماكروبلوسيا موجود، ماكروبلوسيا موجود، موجود نيروباسي تمام، موجود بروتينوريا، موجود رينال امبلمنت، بشوف في الميلودوز وخاصة الاي ان ميلودوز اللي هو بتاع البلازما سيل ديسورد المطلوب المعلومة والكلام التاني ده كله. المنظر اللي احنا بنقوله عليه ده هاي بريزيا، طبعا زي ما كنا عارفين ده في عيانين جاب سايكل اسبوعي تمام، خاصة ان هو كنترول ده الطرف اللي بتاعه لازم اخد بالي منه. دي طبعا الاورال كان ديزيز في العيان برضه اللي بياخد هيفي اميون سبريشن في وقت الاصابات او وقت الاصابات، معناها ان العيان ده اوفر اميون سبريس ولازم اخد بالي ان انا محتاج اقل اميون سبريشن ومحتاج اقل دوريات الدوز. وده منظر شهير جدا طبعا زي ما احنا كده عارفين ده كيوس سانكوما في الميوتس ممبرين، ممكن تكون في الماوس كمان مش 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 جاست في السكان بس، ومعناها برضه ان انا محتاج اراجع نفسي تاني في جوده اميون سبريشن. الجين اكزامينشن مهم جدا، انا ممكن الاقي كمان جاوتي تو فاين هنا، ده منظر جاوتي تو فاين ممكن تكون موجوده في الجين كمان، ودي برضه في معاها وجود هنا الامبرمنت بتاع ان انا غالبا مع كرونيك كيدني ديزيز تمام. طب لو لقيت طفل عنده هيرنج امبرمنت او مراكب سن او مراكب هيرنج وعنده كرونيك ديزيز بشوف فيه فاهمه سندروم تمام. الالبوم سندروم ده عباره عن طريات وفهم هيستور بروجريسيف نفرولوسي مع سنسور نيورال ديفنس مع اوكولا ابنورمالز. كان الدكتور مرة قالت ان هو ديفكت بيزمنت امبرين فورميشن في 1003 و 1005 اللي هو تايب 4 كولاجين، الحاجات دي بتكون موجوده في الكوريوريس وفي الكوكليا وفي الاي، عشان كده المانفستيشن بتظهر في هذا المكان. اللي هي بتاعته النص تكون اكسيدنت في 80% لكن ممكن يبقى دومينانت اسيسيف 15% ودومينانت في 5%، وده حوالي بيجي في واحد لكل 5000 فيروس. هنخش بعد كده على الاي اكزامينشن. المنظر طبعا كلنا عارفينه ده البري اوربيتال ادينا، كاركترستيك بري اوربيتال ادينا بتاعت النفروتك او بتاعت الرينال بيشن بتبقى اكتر في الايرلي مورنينج وتزول على الايه؟ على الافتر مورنينج تمام. طب ليه العيان اللي عنده هيباتيك العيان اللي عنده ليفر سيل فيلير او العيان اللي عنده هارت فيلير مش بيديفلوب الباتر ده؟ ما هو نفس تقريبا الميكانيزم ما بينامش عندي فعلا العيان ده، عشان الباتر دي تحصل لازم العيان ينام فلات على الضهر عشان في الجرافيتي الفلويد يحصل لها اكيوميشن في حوالين الاي. العيان اللي هيباتيك بيبقى عنده كانسر اسايتس غالبا ما بيقدرش ان هو ينام فلات لان يحصل كومبريشن عند الاطراف يحصل له ديسني. العيان الهارت فيلير بيبقى غالبا عنده بالمنر كونديشن عشان برضه ينام كومبريت فلات، فعشان كده دي كاركترستيك قوي للنفروتك سندروم او رينال ميشن. من ضمن الاي اكزامينشن السليت لامب اكزامينشن، ده منظر السليت لامب اكزامينشن حاجه اسمها انتيريور لينتي كونس، انتيريور لينتي كونس دي برضه كاركترستيك للقلب والصدور تمام. من ضمن المانيفستيشن برضه للكورونيك كيدني ديزيز اللي هي الكونجكتيفال والكورنيال كالسيفيكيشن، في وايد سبريد كالسيفيكيشن ممكن كمان تأفكت الكورنيال والكونجكتيفال نتيجة ان كنترول هايبر باراثيرويديزم وزيادة عالية جدا في الكالسيوم فوسفاس جول. من ضمن الايتمز المهمه في الاي اكزامينشن الفندس اكزامينشن ممكن يكون كله كمان رينال ديزيز، يعني احنا لو بصينا هنا على الفندس ده طبعا الماكولا وده الاوبتيك ديسك تمام. الفندس ده فيه نارون للارتري دي الارتري كان نارون وفي نيتنج للارتري مع الفين، الارتري والفين عاملين كروس مع بعض، ده الفين اللي هو العريض شويه ده والارتري اللي هو الروفاير عاملين نيكنج، دي مانيفستيشن بدايه مانيفستيشن هايبر تنسر نفروس تمام. دي الايرلي ستيج، الميدل ستيج بيظهر حاجه اسمها دي اللي هو كوتن وولز بوك المنظر ده، وفي الادفانسد كيسز اللي هو المالجنت في بابليديما وفي كوتونوز بلوك وفي هيموريدج. وجود منظر زي ده بيقول ان عندك كورونيك هايبر تنشن، بيقول ان غالبا الكورونيك كيدني ديزيز اللي عنده او الكيدني ديزيز اللي عنده كورونيك كيدني ديزيز، ده كلو ممكن يديني كلو لو انا شاكك ان هو كورونيك مش قادر ان انا اوصل لديفنت كوز ومش قادر الترا ساوند بتاعته نورمال، ده بيساعدني شويه ان انا عندي كورونيك بقاله فتره كبيره. من ضمن برضه الحاجات المهمه في الفانس اكزامينشن الدايبيتيك اي اكزامينشن تمام. دي ستيجز للدايبيتيك ريتينوماس، يعني الاول بتظهر هنا مش الصوره ضعيفه شويه حاجه اسمها مايكرو انيوريزم، بعد كده يحصل رابشر للمايكرو انيوريزم ده من الهيموريدج، بعد كده يبدا يكون حاجه اسمها هارد اكزوديت، يكون لي بعد كده اللي هو منظر الشهير اللي هو كوتونوز بوت، يبدا بعد كده يحصل هنا حاجه اسمها فينوس بيدي في سيكولر ديليتيشن للفين، الفين بدا يعمل بالشن نتيجه الاسكيميا الكتير، الفين عاوز يحصل له بروفيشن عشان كوميديت الاسكيميا فيحصل المنظر ده الفينوس بيدي، يبدا يحصل بعد كده نيو فاسكولاريزيشن ممكن تبقى في الاوبتيك ديسك كل السمول بلاد فيزلز دي المفروض ان هو الاوبتيك ديسك ده اصلا ما فيش فيه بس يبدا يكون فيه بلاد فيزلز سواء كان في الاوبتيك ديسك او في الازر بارت بتاع الكورنيا، وفي الادفانس كيس بقى يبدا يحصل اكستنسيف هيموريدج وكوتر نورس بوت والعيان يحصل له صدى نص فيشن. اهميه الكلام ده ايه؟ لو عيان دايبيتك وانا عيان فيرن امبيرمنت لازم اعمل فانتس اكزامينشن، من ضمن الكرايتيريا اوف دايبيتك نفروسي هي وجود دايبيتك نفروسي عند دايبيتك نيروسي تمام؟ وده من ضمن الانديكيشن ان انا ما لقيتوش في عيان والهيستوري بتاعي مش كونكلوسيف ان انا ابدا
اخد هنا البيوبسي العيان ده اشوف ان هو في ممكن يكون في الترنتيف دايجنوستس عن غير الدايبيتيك نيفروز. تمام، وده مهم جدا اي اكزامينشن في اي دايبيتيك بيشنت. هل كل الدايبيتيك بيشنت اللي عندهم دايبيتيك نيفروز عندهم اشراشي؟ لا، مش كل الناسب بقى ديتا تايب 2 حسب تايب 2 وتايب 1 ده تايب 2 90% تايب 2 95 لا امشور دايره في تايب 2 لان هو عشان تايب 2 بياخد فتره طويله عشان ما بيظهر بيأثر على انما البرزنتيشن بتاع تايب 1 لما احنا بنعرفه لما بيكون في كنترول احسن وبيأثر على الفتره. في الاغلب بالنسبه لاي تايب 1 هو تقدر الارقام هترجعها مع بعض، لكن هو وجود الدايبيتيك نيفروس ده ماركر مهم جدا. هل الدايبيتيك نيفروس ولا الدايبيتيك نيفروس ده برضه مانيفستيشن بلاش فرنس اكزاميشن. بس في لغه ثانيه انا عندي انديكيشن البيوبسي حتى الخيط وبس اعمل بيوبسي يعني مفيش ثاني كتير غير وجود عام وجود عام جاي رابس هو دايبيتك في خيط وبسي وجايب رابس بروس الجنوب كويس عامل بيوبسي جايب الجناتوريا وعامل سكين عامل بيوبسي. يعني في انديكيشن ثانيه غير موضوع ان انا بقى عاوز اشوف اتاكد الناشونال هيستوري. لو عامل نيفراتيك عامل نيفراتيك سندروم يا جماعه ده غلط. لو في فلوس سندروم وبرزيستنت الاثنين نورمال عمل فيروس ده مش كلاسي هيستوري ده مش كلاسي حتى لو في فلوس موجود. لكن طبعا وجود لما يبقى عندي شورت هيستوري دايابيتيز انا بجمع ارقام التقنيه الوحيده مش هي الفيروس انا هعمل او مش هعمل. يمكن هي جايه يعني حاجه بس عايز اعمل ده مش هعمل فيروس عايز دايابيتيك علشان اشوف هل في اذر للنيورولوباسي necessitating immune suppression زي minimal change وزي membranous وزي كل الليجن كل الليجنز اللي احنا عارفينها ممكن تيجي تعمل وفي كده انا سيبلين درايز ريبلاس الكريتين او كونسبشن بكومبلمنت كل الانديكيشن وفي ناس بيساعدني اكتر كده الناس ناس بيكره في الاسيتيود وناس. بس طبعا لما اي واحد عمل فوتو كارجونيشن ليزر كذا مره عشان يعمل بس اوكي اي جامعه بس في كل حته وكرياتين عالي ثلاثه ولا بتاع خلاص هو الكلاسيك نسبه ساعتها. انا عاوز اكونترول الايديما ستيت راجل ده انا افكر في الفيروس. لكن انا لما يكون النقطه اللي بقولها بكون عندي الكرونيك سندروم ريزيستنت وبرزيستنت الكرياتين نورمال ده مش كلاسيك. انا لما بوصل في الكرونيك الكرونيك ستيت المفروض الكرياتين بالعيله والجي اف ار نزل فبرزيستنت نورمال كيدني فانكشن مع الكرونيك ستيت ده كلو اللي انا عامل فيروس. ممكن الاقي انطلق دايبيتيك نيفروباسي اعمل البايوبسي في ناس برضه متخيله ان لو عملت بايوبسي العيان دايبيتيك ولقيت ان الشرايين والنيديولز وسكن بيزن في البرين خلاص دايبيتيك نيفروباسي. لا انا ممكن الاقي هذا الكلام في الخلفيه يعني الاقي دايبيتيك نيفروباسي تشينجز في الخلفيه لكن الاقي سبيسيفيك حصول لتاني الكلام ده زائد ميمبرنز الكلام ده زائد بودوسايتوباس يعني دايبيتيك نيفروباسي مش بودوسايتوباس يعني مش هلاقي فيه فيس بفور بروسس. عملت البتاع ده وانا من السنترز اللي بنعمل انا طبعا احنا مش بنعمل صورتين الكتروميكروسكوب انا بتكلم لو انت عندك فاسيل الكتروميكروسكوب ولقيت مينيمال تشينج اللي هي البوسايتوبس والفيجر فور بروسس ده بقى كان استرويد حتى ولو دايبيت حتى لو في كيمشتر بس مديوز لان ده كومباين ما بصورش. بنتكلم هنا في قصه فيها كلام كتير بنتكلم في السنت دايت يعني حاجه بتوجهنا اكتر وبتساعدنا وبتاكد التشخيص بتاعك. هنرجع تاني للفانوس اكزامينشن دي حاجه اسمها فولن هولست بوديز ده عباره عن كوليسترول امبرس موجوده في ريتن ارتيول دي بتبقى كاركترستيك الحاجات اللي اسمها امبوليك رينال ديزيز. تمام ودي حاجه اسمها بيري ماكولر فليكس اللي هي المقطعه او النقط اللي موجوده دي. تمام دي برضه بايلات الالبر سندروم في الفانوس اكزامينشن. احنا هنخش بعد كده على السكيل اكزامينشن. اول حاجه طبعا الريش حاجات كومون جدا بنقابلها مع حالات الريتن ديزيز. الريش دي مختلفه عن الريش دي شويه. الريش دي اسمها ماكولر بابلر ريش ماكيور كلها ماكيور وماكيورز. تمام بتبقى بيريوريتك غالبا عيان بيهرش فيها دي بتاعت الهايبر سنسيتيف لما بلاقيها موجوده معايا في الكروتينال فيجر واخد دراج او واخد انسيت او انتي بوتش غالبا بشوف انها بتساعدني شويه لو انا كنت بشوف انها كويسه. لكن وجدوا ان هي كمان ممكن تكون موجوده مع الكروتينال نكروز انديوز انتي ميكروبيز فهي يعني مش سبيسيفيك قوي للكروتينال فيجر لكن بتساعدني او بتوجهني للتشخيص شويه. الريش دي مختلفه عن الريش دي الريش اللي هي بتاعت الفاسكولايز. الريش بتاعت الفاسكولايز بتبقى بالموبل وبتبقى نون بيريوريتك عيان بيهرش فيها غالبا
موجوده في الـ في الاكستريميتس في الديستال اكستريميتس وغالبا فيها كمان سنترال نيكروزس. شوف منظر معين ده واول منظر ده برضه نفس القصه بتوجهنا اكتر بقى ناحيه الفاسكولاريتس لما كانت الدكتوره ماهي كلمتنا. خش بقى في قصه السمول فيزل فاسكولاريتس ديفرنشال بينكوس سواء كانت انكا او بيون كومبلكس مع وجود بيون افكتس. ممكن اعرف حاجه سكن نيكروزس زي المنظر اللي انا عنده بيج ورانش هنا وعنده هنا وقت ايش عارف وعنده كونتراكشر والكلام ده. المنظر بتاع نيفروجينيك سيستم فايبروزس لعيان كورونيك كيدني ديزيز خد كيدرونيال كونتراست. ده المنظر بتاع الديكونفليكيشن الكيدرونيال كونتراست في كورونيك كيدني ديزيز. وذلك الجادولينيا نوت الاوت عن جي فار ال ام كريتين. جي فار ال ام كريتين ما ينفعش ادي جادولينيا لانه مش نيفروتوكسيك لانه هيعمل كومبليكيشن هو مش نيفروتوكسيك. انت الكارنت كيليبو نزلته 15 ونقطه مهمه جدا اللي هو النوع الجادولينيا اللي هو الجادولينيا ده هو ده وحشهم. الحاجه المهمه جدا في الجادولينيا هي الدوز البيت. فانا لو انا عندي ادفانسد سي تي دي لو مضطر الوقت قد لا ما تتجاوزش 1.1 مللي جول. المهم انا بقول ان الكومبليكيشن والمنظر ده عشان اخد بالي دايما من الجادولينيا مع الكريتين. طبعا ده المنظر اللي احنا عارفينه كلنا منظر مرة من كاس فلاكسس طبعا الكالسيفيك كلوميك انتجروسي على السيفير هايبر باراسيموديزم والسيفير او الفير هاي كالسيموديك ريشوليزم بتاعته. ممكن الاقي كاسكين مانيفستيشن للكورونيك ديزيز دي حاجه اسمها بالرايت اوف بيلاريس. دي عباره عن اكسبوريشن في الديك كورونيك اتشنج العيان بيروش استمرار ممكن يبقى عليها سوبر ايديت انفكشن وتبقى لكن الفايل ديشن تبقى غالبا ريزيستنت للتريتمنت ده موجود عند العيان اللي هو اندر دايلايز او انفكشن دايلايز كورونيك ديزيز او ارمز. المنظر ده اسمه اكوايرد بالفوريدين ديبابوزيس ده بيبقى عباره عن نو شيب من الفيوز ده برضه بتحصل لو حاجه في 10% من الدايزيز بيشن از ديبابولوجيكال مانيفستيشن للدايزيز بيشن. ممكن انا حاجات ثانيه زي المنظر ده المنظر ده حد يقول عليه ده اسمه ليفدو ريتيكولاريس تمام اللي هو عباره عن الشبكات دي عامله زي عامله زي عنكبوت كده او حاجه زي كده. دي بتحصل مع حالات الاسيرومبوليك رينال ديزيز برضه. لسه لما بقول ديزيز احنا عندنا في مشكلتين ممكن يحصل لهم كونتراست حاجه اسمها كونتراست سكلوزي عارفينها وفي اسهل لما بقول ديزيز بفرق بين اونست دايما الكونتراست تحصل في الاونست بتاع بيبدا في اول 48 ساعه زي الكونتراست وفي كده ماشي. لكن الاسهل لما بقول اونست ليه شويه هي بتحصل اكتر في العيان اللي هو الاولد ايج اللي عنده سيفير اسهل سكلوزز بتحصل ديسلوجمنت الكوليسترول امبولوز بتروح تقفل اي مكان. فده المنظر بتاع السكيم اللي احنا كنا جبنا الهولرز بودز اللي موجوده في الفانس بلاقي معاه كمان ايزوفيليا وبلاقي معاه كمان لوكال بريسن وبيبقى عنده اكيوت رينال فيلر فلازم اعرف الفرق بين الاثنين. ده منظر برضه بنشوفه كتير حالات الزيروزس حالات الدراي سكين والبريميك فروست موجوده في كورنيك كيدني ديزيز. ودي حاجه اسمها كالسينوزس كيوتس ده بناين نودولار كالسيفيكيشن في العالم برضه اللي هو عنده هايبر كالسيوليزم وفير هاي كالسيوم فوسفورس بودر بلاقي عنده المنظر ده. طبعا احنا قلنا قبل كده اللي هو كيوس ساركوما ده في العالم اللي هو غالبا كيدني ترانسبلانت على ايمون سبريشن. والمنظر ده حد شافه قبل كده؟ دي حاجه اسمها انجو كراتوما. انجو كراتوما دي موجوده في هيريتري ديزيز برضه اسمه فابري ديزيز. فابري ديزيز ده عباره عن هيريتري ديفيشنسي وفي الفا جلاكتوسيديز ايه بيحصل انتر سيلولار انفورميشن على حاجه اسمها جلايكوسفينجوليفز. ريبريزنتد بكاردك مانيفستيشن كونداكشن ابنورماليتي او كلوسيس كورونري فاسكولار ديزيز. نيورولوجيكال موجود نيورولوجي او سي ان اس نسل سكان اللي هو اللي قلنا اللي هو انجو كراتوما ممكن يكون موجود كمان بوبولار وبالونيا مانيفستيشن. لكن الرينا مانيفستيشن مينلي بالبولونيا ممكن يكون معاها ميكروسكوب كيماتوريا وبروجريسيف سي كي دي وغالبا العيان بيوصل لاي ستيشن ديزيز عن 30 ل 50 سنه. وده نوع من انواع الريليتيف ديزيز بعرفه بالسكين مانيفستيشن تفتح لي كلو للرينا ديزيز. انا كده لما جينا على موضوع مهم جدا اللي هو الفوليوم ستيتس اسيس. الفوليوم ستيتس اسيس الموضوع ده مهم جدا في عيان الاكيوت رينا فيليا وعيان الكرونيك رينا فيليا. فعند الاكيوت رينا فيليا لازم نشوف ان العيان فوليوم مفيش عنده فوليوم ديبريشن يعني الفوليوم ستاتس بتاعته ايكوال عشان الهايبوفوليوم زي ما احنا عارفين بتزود بتقلل الريكفري بتاعت الكيدني فانكشنز وبتدوز فرصه او مده الاكيوت رينا فيليا. فعملنا اساس من زي ما احنا عارفين كلها بنيك فينس اللي هي ورا الستوما ماستويد ميجر البلاد بريشر وبعمل اكزامينشن في القيمه لو العيان بيج ريد بعمله في السكرم لكن لو عيان امبلنت بعمله في الشكل الزيتيمي. الاحتماليه طبعا عندي العيان يبقى عنده هايبوفوليميا بريزنت بهايبوتنشن ابص على الكيس بلاد بريشر يعني ابص على الهايبوتنشن هو ده شغال قد ايه؟ اكتر من 20 مللي ممكن لو العيان قاعد ويقف ساينس تاكي كارديا بص برضه انكريز الهارت ريت اللي هو بيزيد برضه اكتر من 20 بير مينت لو العيان برضه غير البوزيشن بتاعه. طبعا جيب لو فينس بريشر قليل وزي فلاتنج فينس بلاقي كل بريزنس لكن لو عندها اكسكلوجن في السيبتك بيشنت اللي ممكن الاقي العيان فاصل لقيته بورد فلازم اخد بالي مع السيبتك معنى ان هو بورد معناه ان هو
مش معناه ان هو مش هايبر فوليميك، يعني ممكن يكون هايبر فوليميك كمان بس الورمز ده نتيجه البوست ديليتيشن. بوليمر هتحط طبعا في كريزنج ويت. على الجانب الاخر الهايبر فوليميا يبقى عن هايبر تنشن وكميشن جيبلر جاس بريشر. يبدا يحصل بقى كميشن فلوس في الانترستيشن بريفرال او جيناز ديديما ممكن برمجه ديديما دور الفيوجن اسايدس وكريزنج ويت. بعد كده نخش على اللور نيم اكزامينشن. طبعا اشهر حاجه بنشوفها كلنا ديديما منظر ديديما طبعا عامل كومبريشن عشان اوبزيتيجن من السايز المهمه. البريفرال بلسيشن مهمه جدا اعمل تشيك على الرينال على الفيمر ارتري وعلى الميتين وعلى البوسيلز بيتس وعلى التيروتيبيال ارتري. الموضوع ده مهم جدا خاصه في عيال عنده كرونيك كيدني ديزيز او خاصه لو كان دايابيتيك كمان عشان اشوف الماكسيميك كلاسيفيكيشن والاسيروسكلوزس والفاسكولار كلاسيفيكيشن وخاصه لو انا عاوز اعمل ترانسبلانتيشن كمان رينال ترانسبلانتيشن لازم لو في عنده مشكله في البريفرال فاسكولشر غالبا هيبقى في صعوبه شويه او مش هيبقى كانديت ان انا اعمل له رينال ترانسبلانتيشن. الدايابيتيك فود موضوع مهم جدا وانا عندي احتمال يعني احتمال من اثنين دايابيتيك ألسر او هما ثلاث احتمالات انا جايب هنا اثنين دي نيوروباثيك ألسر ودي الاسكيميك ألسر. الفرق بينهم ان النيوروباثيك ألسر غالبا بتبقى موجوده على البريشر بوينتس وبتبقى نتيجه وجود دايابيتيك ريتينوبس تمام، لكن الاسكيميك ألسر بتبقى غالبا وجود بريفرال فاسكولار ديزيز ممكن كمان توصل لمرحله جنجرين عمل امبيوتيشن. افرق معايا في ان كان لقيت نيوروباثيك ألسر او اسكيميك ألسر في المانجمنت هتفرق معاك ايه رينال ديزيز يعني ممكن توجهني مثلا اتجاه معين غالبا بتبقى اسوشيتد مع دايابيتك نفروس اللي هو الكلاسيك دايابيتك نفروس، لكن غالبا الاسكيميك الكانسر بتبقى اسوشيتد مع اسيروسكلوتيك رينال فاسكولار ديزيز. وبلاقي هنا العيان ما يبدا كده بتاعته تبقى سمول او تبدا حجمها شويه خلاف الكلاسيك دايابيتك نفروس العيان تبقى نورمال كده تمام. ممكن تلاقي حاجات تانية في الجوار ليفل اكزامينشن العيان زي ما احنا شايفين عنده سيفير مصر وسط يعني مفيش مصر خالص موجودة في الساي وفي الجوار ليفل. الموضوع ده مهم جدا لما اشوف عيان بالمنظر ده على الدايس زي متوقع ان الكريتينو مش هيبقى عالي او الكريتينو هيبقى قليل. دي حاجة ما توصفنيش ده يعني معانا العيان ده جدا مفيش دايس عيان عنده سيفير مال نوتريشن ما بياكلش كويس مفيش عنده مصر ناس ما بيطلعش كريتين فلازم اشوفش المنظر ده على الدايس لازم ان انا احاول اعمل عيان افيشن دايس اشوف الكريستال فيها مشكلة الطايم بتاعه او الجلسات او الكلام ده يعني المنظر ده مهم. المنظر ده حد يقدر يقول لي ايه؟ العيان تروما واخد تروما وعنده حاجه اسمها كومبارتمنتال سيندروم. العيان ممكن يجيلي الاستقبال جاي بأكيد رينال فيلر تمام؟ وجاي يشتكي كمان بريد يورن بدا يشتكي بريد يورن وريو والكلام ده كله عملوا دريستيك طبعا عليه بص طبعا عامل ار بي سيز او مايكروسكوب مش عشان ايه؟ ده كان رينال ممكن يجي كومبارتمنتال سيندروم والعيان ده ما تعملوا ايرجنت فشوطهم في هنا هيبقى في نيكروزس المصل اهو وسيدا جاماتوما. المنظر ده مهم جدا ابص عليه الان وخاصه لو كان خارج من تروما ايرجنت فشوطهم مع فلود ريبليسمنت ممكن ياخد العيان ويتحسن كده. المنظر ده في هنا ديفورمتي موجوده هنا في المين قدامنا تمام ولما عملنا العيان شفت سيدا هنا عنده مفيش عنده باتيريا مفيش هنا باتيريا ده اسمه ايه باتيريا سندروم زي ما كنت بقول لك لا تزون دونالد كونديشن في هاي بوليزيا ابسنس الباتيريا مع ديستوفيك مين زي ما شفنا وديسبليزيا الايربو الى كورنس في رينال ديزيز. ده بس في الادول سنس او في جامد هدف لما العيان جاي من الصوبيك الماتوريا مالد وفينوميا ورير يبقى في نيفروتيك سندروم او هايبر تنشن والنيفروتيك سندروم بماين 10% بس اللي بيحصل لهم بروفيشن ستيشنز يبقى اللور ليمبز ماشي ممكن تكون كلو مهم جدا للدياجنوزس للرينال ديزيز. بعد كده سريعا كده الادول اكزامينشن ده طبعا الرينال اكزامينشن احنا عارفينه اللي هو الانفلبيشن ده اللي هو اللي احنا عملنا اكزامينشن رايت لازم تبقى الليفت هاند لازم تبقى دايما هي اللي تحت وعملت برضه اكزامينشن لليفت كيدني لازم الليفت هاند برضه يبقى تحت تمام. وهنا مش بقى اساس التندرنس بتاع الرينا ده في حاله المهم جدا اوسكالتيشن لو سمعت طبعا في ناس عم على حاله اللي هي الارتست نوزس فالادون اكزامينشن مهم جدا. في حاله في الابنورماليتي اسمها حاجه اسمها برون بيني سندروم المنظر اللي احنا شايفينه ده في لاكس ابنور هنا وفي ثوراسيك كيش ديفورمتي. ده سندروم بيحصل في المين بيبقى في ابسنس المسلز بتاعت اللي بتبقى الدومنا رول وبيزار مال فورميشن اون تراك وفي جروس دايلشن بلادر وجولتر وغالبا كمان بيبقى عنده بيلاتر اون سيلينس ده هيريتيتري ديزيز غالبا نيورولوجيكال ديزيز تمام. اخيرا اليورين اكزامينشن طبعا اليورين اكزامينشن اعتبره من ضمن الفيزيك اكزامينشن اللي ممكن اعمله ديب اعمله بيت سايد اكزامينشن طبعا ده منظر البروتينولا شهير جدا فروس يورين واعمل ديب ستيك اللي هي بوستر للبروتين دي انماط مختلفه من النورمال يورين وده طبعا اللي هو الريديون لازم اعرف طبعا الفريش الاوستر كلكم عارفين الانتوريا والبيتوريا والجلوبلوريا والميكروبلوريا لازم اطلب منها الفريش دايجنوزس ده منظر طبعا ما حدش يشوفه اللي هو البيوريا سيلو البيوريا شوف عينين كتير بيقول لك
اكيد ممكن تطور في كورنيك كده فيها وخاصه برضه دي شغلتك وجايب النظر ده، مجرد ما ناخد فيلم الانتي بوتيك بيتحسن وبيرجع تاني تنزل تاني. ده نظر تاني اسمه كايوريك، في قايم موجود في اليونان تمام، وده بيبقى حالات الفيلاليزيس وبعض حالات الفاتيك اوستراكشن مش كتير. اليونان ده اللي حد يعرف اليونان ده ده اسمه كده بقى اسمه فايرو تيرن او بيربل باكس سندروم فعلا بتاع نوع فايرو بيتفاعل مع السيل اهو بيتفاعل مع السيلومونس. لا مش بيتفاعل مع الكيس سيلومونس. لا الليجن ده بيحصل في غالبا في الاولد ايج هو كرونيكلي كونستيبيتد وعندهم كرونيك كاستر تمام. فبيحصل البكتيريا اوفر جروس تبدا تعمل سيلمنتيشن لبعض حاجه اسمها تريبتوفان ميتابوليزم، وتكمل بقى حاجه اسمها انديجو سيدمنت انديجو داي وكلام ده لازم بينزل في اليورين تقريبا اليورين بتاعها تمام. اللون ده حد اورنج يورين ده حد يعرف يسموه جونس 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 ممكن ممكن كمان العيال بياخد الفارمسي بيجي من المنظر تمام. طب الجرين يورين ده ايه اللي بيعمله؟ سودومونس تمام. وفي بعض في حاجه كان اسيتل فرانك زيرا بروفول بروفول ممكن يعمل منظر في بعض العيال بيمشوا على اساس البروفول ادمنستريشن في سيفير نيوروتيك او سيفير اكزايتد يمشوا على بروفول ادمنستريشن ممكن يعمل المنظر الجاي تمام. اللون برضه ممكن استخدمه كلون كلون البورن ايرور في التابلس طبعا. الدارك يورين ده بيحصل في حاله ايه؟ حاله الكابتنوريا تمام. واللي هو اليورين اللي هو عامل زي عامل زي زي الشامبين عامل زي الامور بورتو واين يورين ده بيحصل في حالات الايه؟ البورفيريا تمام؟ فكاركترستيك لحالات البورفيريا. اخيرا لو جينا نبص كده بسرعه على الاكزبريشن كل اريا هنشوف فيها ايه؟ طبعا الجنرال اوبزرفيشن بدا معانا عنده غالبا فالور تايبنس بريسلسنس الهايديشن طبعا لازم اسس هايديشن كويس جدا بشوف بروزنج كونكشن في الهاند بشوف الاستريسس كماركر اوركن فيلير تمام؟ الميل فيشرز البونيز البونيز والسبنترينولز اللي قلنا والبيكتيشن بونيز والميرس هانز. في الارم طبعا لازم نشوف البلس والبلد بريشر ونشوف الفيستولا باسس وجود كاربون تانس سندروم خاصه مع دايس ريد امبيدوزس. في الفيستولا نيك بدور عليه كومبريشن البلد والجنجر بريشر والجنجر هايبر بليزيان. في الاي طبعا لازم اعمل فوتوس اكزاميشن مهم جدا في حالات الهايبر تنسر والديماتيك انفلاسي. اللانج بسمع بشوف في كراكرز ولا مفيش اوفر لود ولا لا، هل في هايبر فنتيليشن اسيديميا. الهارت بشوف الاكسترا هارت ساوند او بريكارد الراب من ضمن الايمجز طبعا الدياليسيس. الابدوم طبعا بعمل فول ابدوم اكزامينشن بسمع الميرمر والنكس ببص على الدنيا وعلى البريفر بالسيشن. العين السيكي دي بلاقي عنده غالبا ريز جابل فينس بريشر، ببص على الشيست بلاقي عنده اسبيراتور ليك ليبس في حاله ميتابوليك اكسيدوسيس، عنده غالبا بلسس بارادوكس بيحصل في بريكارد الافيوجن. بشوف طبعا هو على بي دي المود بتاعه ايه، هل بيستخدم فيستا او بيستخدم تيم كوب فيستا ولا هو ترانسبلانت عنده سكور في ترانسبلانتيشن او بيستخدم تيمبر اكسس. ببص طبعا على اللور ليم بشوف البلورايتس وبشوف البروزس وباسس المصل مصل مصل الناس بتاعته. وسامي جدا اعتقد احنا شفنا كده الهيستوري التشيك ليست لازم نعملها الاكزامينشن لازم نفهم الاول الهيستوري يعني نعمل اللوج ده والاكزامينشن الحل الزماني بقى هو قبل السكور والباسط الكلام ده بيعتمد على الاكزامينشن. بيقول لك افحص الابدومن دي داتا مثلا بره يقول لك العيال ده كان ترانسبلانت وعنده براكتس فانكشن والتليفون بتاعه زايد عنده ليما لور ليم افحص الابدومن اكزامينشن والدنيا دايجنوز. فتخش في ناس متخيلين هي تمثيليه الواحد يغسل ايده بقى بتاع الجيل اللي موجود ده اي ام موشن ماي هاند بعده تاني اي ام موشن ماي هاند خلاص السن خلصت. قبل ما تخش في الفيشن الكلام ده انت طبعا بتفحص المده الزمنيه محدده بتنتهي باللي انت بيسالوك الاثنين الاثنين اللي موجودين ده هما بيبقوا بكتب لهم الساينز اللي موجود فما بيقولوش يعني ما بيقولوش مثلا تقول محمد جهاز الحاله وحط السايز ده في الكوش يقول اللي هو قاله لا بنتفق الاول موافقين على السايز دي كلها ولا لا؟ فبنقول اللي بنقول هم ثلاثه سايز مثلا اللي اتفق عليهم في اسايتس في مثلا الليفر مش محسوس والسبلاين محسوس اللي دخلت تقول ما فيش سايز والليفر محسوس خلاص يعني القصه ده شكلها فمحتاجين تريننج كتير على الاكسبريشن. فاحنا في مشكله في النيتولوجي اللي الناس كتير متخيله ان هو لابوراتوري وكريتين كريتين كام دي بيقول لي كريتين كام لا مش كريتين كام بس في حاجات ثانيه كتير يعني طول محمد
تطرق لموضوع الكلاسيفيكيشن البريمبر كلاسيفيكيشن والكلاسيفيكيشن والكوريوتايبا والكورنيا حتى لو واحد بيهزر بقى سي 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 ها ثلاثة سي كورنيا والكوريوتايبا الكلاسيفيكيشن 3 سي ساين دي يبقى اندكس للفاسكولار كلاسيفيكيشن في اوروبا وفي الاخر فنخلي بالنا من الاكسمينيشن والحاجات دي كلور الفاسكولايتس مهم جدا لان ما انت يعني عيان جاي من هنا الفيريا او السكي دي او الكريتين بتاعه عالي ولقيت الفاسكولايت رايح تحط فاسكولايت فرونت تشوف الفاسكولايت دي الالفوستوليبل او اللي هو او الاسبرومبريفيرا ديزيز ممكن يبقى لوك روما وزي ما محمد قال فانا انا ممنون جدا محاضره رائعه شكرا يا دكتور انا دلوقتي الجزء العملي البيشنس اللي دخلوا دلوقتي بشوف الاكزامينشن للفيسكولا والكيدني في الكلينيكال والالترا ساوند